السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف بعض الأدوات اللي بتسهل عليا الشغل في الريفت. أول حاجة بس أظبط الوحدات وهقول له دلوقتي أنا عايز أعمل الجريد بأداة اسمها RCC CAD جريد. أقول له هنا أعمل لي مثلا 5 جريد 5 جريد، خلي المسافة بينهم مثلا متر، وأقول له أوكي فيبدأ يعمل لي الجريد بالشكل دوت. طيب عايز دلوقتي مثلا اقول له اعمل لي الليفلات، اقدر اقول له ليفل فيبدا يقول لي مثلا عايز كام ليفل، هقول له مثلا 5، المسافه بينهم مثلا 3 متر، واقول له اوكي فيبدا يعملهم لي. طيب بعد كده هقول له انا عايز الكولوم مثلا، اقول له عايز كولوم، ويبدا يشوف لي ايه الفاميلي اللي موجوده في المشروع الخاصه بالكولوم وابدا احددهم. ويكون مثلا انا عايز الليفل اللي موجود فيه اللي هو ليفل 1 لحد ليفل 2، اختار اللي هيبقى محطوط في انهي جريد اهوت، وده الاعمده اللي انا عايزها. وهنا بقى بتختار التوب اوف سيت، الفيس اوف سيت، الفيس اللي هتحط فيه كل العناصر ديت. وبعد كده تقول له اوكي يبدأ هو يحط الأعمدة.